بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو قائمة تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في مباراة الثلاثاء 27/2/2018. بداية عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل جديد تلقائيا. يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه الثلاثاء 27 فبراير 2018 في 8 مساء لاستضافة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش ضمن الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز. وسيدخل الفارس الأبيض اللقاء وعينيه على تحقيق انتصاره السادس على التوالي لأول مرة منذ وصول إيهاب جلال إلى مقعد قيادة الفريق. أما عن أبرز الغيابات والتشكيل المتوقع لفريق نادي الزمالك، قرر إيهاب جلال عدم استدعاء الثنائي أيمن حفني وعبد الله جمعة للقاء الزمالك وطلائع الجيش، وذلك حتى يحصل على قدر من الراحة ولتجنب إصابتهما قبل لقاء الفارس الأبيض في كأس الكونفدرالية يوم 7 مارس المقبل. سيغيب عن القلعة البيضاء بداعي الإصابة كل من نانا بوكو، مؤيد العجان، محمد مجدي، باسم مرسي، أحمد رفعت، ولن يفتقد الفريق لأي لاعب بسبب الإيقاف. أما عن التشكيل المتوقع، سيبدأ إيهاب جلال بنفس خطته التي اعتاد اللعب بها في المباريات الأخيرة، ولم يغير كثيرا في الأسماء للحفاظ على قوام الفريق أملا في تحقيق النصر السادس على التوالي. التشكيل 4-2-3-1. أحمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع معروف يوسف، محمود حمد الونش، محمد عبد الغني، حمد النجاز، خط الوسط محمود عبد العزيز، طارق حامد، الهجوم محمد عنتر، عماد فتحي، أحمد مدبولي، رأس الحربة كابونجو كاسونجو. شكرا لك عزيزي المشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.